وزارة الصحة المصرية زي ما سهير قالت وابتدت بالخبر ان من ضمن الاستعدادات اللي احنا بنحاول ان احنا نحافظ عليها في ناحيتنا هي المستشفيات، والمستشفيات تبقى على اتم استعداد لاستقبال كل المصابين في اللي بيجونا من غزة. وخلونا نتكلم اكتر مع دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة موجود معنا على التليفون، ونقدر نسأله بالظبط ايه اكتر الاستعدادات او اهم الاستعدادات اللي بيتم حاليا توضيبها. دكتور حسام مساء الخير. مساء الخير استاذ سهير، مساء الخير استاذه مفيده، تحياتي لكما ولمشاهدي حضراتكم الكرام. الحقيقه انه بالامس كان اجتماع السيد الرئيس في مجلس الامن القومي المصري، وخلال الاجتماع وجه فخامه الرئيس بالتاكد من جهوزيه المنظومه الصحيه للتعامل مع اي احداث طارئه. ودكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان عقد بالامس اجتماعا مع قيادات الوزاره في القطاعات المختلفه، الرعايه العاجله، الطب العلاجي، هيئه الاسعاف، باستشاره الوزير للطوارئ وبنوك الدم، للتاكد من جهوزيه المستشفيات في كل المحافظات على وجه العموم وفي المحافظات القريبه من مواقع الحدوديه الاحداث الحدوديه القريبه من القطاع غزة. طب دكتور حسام انا عايز اسال سؤال، يعني احنا دلوقتي على الحدود ما بيننا وبين غزة مسموح لان احنا بندخل كل المصابين او المصابين اللي بيجونا؟ هو انا بس عايز اقول قبل ما اجاوب على سؤالك انه النهارده الدكتور خالد عبد الغفار في زياره للعريش وشمال سيناء وزار مستشفى العبد، وتفقد كمان المعبر معبر رفح والاستعدادات الطبيه عند المعبر. لا الحقيقه يعني احنا حتى هذه اللحظه ما زلنا بنستعد او مستعدين وبنتاكد من الجهوزيه، لكن ما عندناش اي معلومات موثقه عن بدء حركه العبور في المعبر من او استقبال المصابين. يعني حتى هذه اللحظه ما فيش اي معلومات موثقه عن انه تم الدخول او خروج اي حد. يعني احنا الوضع دلوقتي لكل مشاهدينا ان احنا كمصر احنا على اتم الاستعداد ان احنا نستقبل ان شاء الله لا قدر اي حد مصاب من غزه هنقدر ان احنا نتعامل معاه صحيا، بس ده لسه ما تعملوش اي نوع من التحرك لان لم تفتح معبر رفح، لان معبر رفح لسه ما اتفتحش. يعني احنا زي ما حضرتك ذكرتي احنا النهارده متاكدين من جهوزيه المنظومه الصحيه في مصر خاصه في المحافظات الحدوديه لاي طارئ طبي يحدث نتيجه يعني احنا للاحداث في قطاع غزه. دكتور حسام يعني احنا عندنا مخزون من الادويه، من اجهزه الاكسجين، من اكياس الدم، من البلازما، كل الحاجات دي اتاكدنا انها موجوده بوفره وعلى اتم الاستعداد. يعني احنا بنتكلم الاول على جهوزيه الطواقم الطبيه وفرق الطوارئ والفرق المتنقله والقوى البشريه، ثم ننتقل الى الاماكن الموجوده في المستشفيات سواء في الاقسام الداخليه او الاقسام الرعايه المركزه، ثم نتكلم على المستلزمات الطبيه والادويه والمخزون الاستراتيجي للدعم. دكتور حسام سؤال آخر، هل استعداداتنا ده يشمل الفريق الطبي اللي موجود داخل المستشفيات؟ يعني احنا كمان مستعدين بفرق طبية موجودة داخل المستشفيات؟ ده أول حاجة وأهم حاجة، وهو الطواقم الطبية التي تتحرك سواء داخل المستشفيات أو الطواقم الطبية المتنقلة أو الطواقم الداعمة اللي موجودة على أرض الاستعداد في حال الاحتياج. تمام، بنشكرك وبنتمنى لوزارة الصحة دايما كل الخير وتكون جاهزة دايما لتقديم الاستعدادات. ان شاء الله ربنا يكرمهم وربنا يرفع البلاء يا رب ان شاء الله. فيما لا شك فيه ان الوطن العربي كله